بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نرفع اسماء ايات التهاني والتبريكات الى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله ورعاه، والى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظ الله ورعاه، الى اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات، الى شعب الامارات، الى كل من يقيم على هذه الارض الطيبه. وهذا يوم مو بيوم اتحاد، هذا عيد ميلاد دوله، ويوم ولدت فيه امه زايد، زايد الخير، والقبائل كلها هني مشاركين وتتقدم شيء بسيط مما عندها فرحة لهذا الوطن، وإن شاء الله الأفراح مستمرة بإذن الله. ومشاركين الشباب، احنا الشباب القبيلة، قبيلة المصعبي بفن الزامل، وهذه الأبيات موجودة يسمعونكم إياها.